إذن عن رائحة الفم أسبابها والتخلص منها معنا الدكتور ماجد شحادم مركز إنفينيتي سمايل. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك بالسادة المستمعين. أهلا وسهلا دكتور. هي مشكلة يمكن ما بتأرق نفس الشخص قد ما هي مزعجة وبتضايق كتير أشخاص بكونوا حواليه. فخلينا نحكي طبعا بداية شو أسباب رائحة الفم. رائحة الفم يا أختي لها كتير أسباب. فيها أسباب كاملة أو جهازية إحنا بنسميها سيستميك. نعم. ريزون يعني تتعلق بالصحة العامة للشخص، مثل في ناس يكون الله يعافيكي معاهم سكر أو معهم التهابات جيوب مزمنة أو التهابات الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، فهذه بتكون دائماً رائحة مزمنة. نعم. الشخص دائماً بيكون محرج منها أو ما بيعرف شو سببها، بيروح على طبيب الأسنان، بيروح على طبيب الأنف والأذن والحنجرة ومش عارف يشخص إيش السبب. هذا سبب أساسي من رائحة الفم. السبب الثاني سبب موضعي. السبب الموضعي اللي هي الحجرة الفموية بشكل عام، يعني ممكن تكون أسنان متوسة، ممكن تكون التهابات في اللثة، ممكن تكون الأسنان سليمة معالجة بس مش معالجة بشكل سليم، يعني مثلا تلبيسة صعبة التنظيف. يعني من معايير نجاح التلبيس الجيدة أو التركيبات الجيدة أنه الشخص يعرف يأكل عليها تكون جميلة ويقدر ينظف حواليها، فإذا ما بيقدر ينظف حواليها صار عندي سبب أساسي لرائحة الفم. نعم. حشوة زايدة من بعض الزوايا تجمع بكتيريا حواليها، سبب أساسي لرائحة الفم. أسنان مخلوعة صعب التنظيف في أماكن معينة. ممكن يكون لسان الشخص، أحيانا في ناس عندهم لسان نفسه له رائحة، عضلة اللسان فيها تشققات، إحنا بنسميه لسان الجغرافي جيوغرافي سان. نعم. اللسان الجغرافي بجمع بكتيريا وفطريات، عشان هيك في فرشاية خاصة غير فرشاية الأسنان لتنظيف اللسان. كثير من الناس ما بيعرفوا الشيء هاي، المعلومة هاي للأسف. ولو تكنيك معين إنه الفرشاية تدخل من آخر اللسان للأمام بحركة واحدة فقط، يعني ما تروح بدون ذهاب وإياب. نعم. طب هل بينفع دكتور يعني الفرشاية نفسها من الخلف أحيانا بيكون فيها هيك منطقة للسان؟ هل نعم تغني عن فرشاية اللسان؟ زي الكشف ممكن لبعض أنواع، يعني هي بالنهاية حجم الحليمات هو اللي بحدد. نعم. يعني إذا كان لسان جغرافي أو جيوغرافي لسان هو شكل سبحان الله، يعني بيكون مميز لأنه في شقوق كبيرة فبنحتاج فرشاية. إذا لسان ناعم لا، الكاشفة هذه كافية. تمام. إذا أسباب مرضية وأسباب موضعية. هلأ الأسباب المرضية علاجها، الواحد بده يعني يشوف شو عنده مشكلة ويعالجها. خلينا نحكي طبعاً عن علاج الأمور الموضعية. الأمور الموضعية أهم شيء طبعاً إنه ما يكون في عندي فجوات بالأسنان، يعني ما يكون عندي تفوسات وفتحات صعب علي أنا أنظفها. هذا بالنسبة للأسنان السليمة والطبيعية. بالنسبة للتركيبات أو الحشوات أو أجهزة التقويم أو الزراعة أو أي جهاز علاجي أو إجراء علاجي بالسن بالفم، من معايير نجاحه، من معايير أساسية لنجاحه سهولة التنظيف. ففي كثير ناس والله أنا بأكل عليه كويس. طيب أوكي أنت بتأكل كويس وحلو بس أنت ما بتعرف تنظف، فهذا معناه العلاج غير ناجح. طبعا. أو صعب التنظيف معناه هذا العلاج غير ناجح. ففي معيار ثاني نضاف لمعايير نجاح العلاجات. نعم. اللي هي سهولة التعامل معه بالناحية الناحية الصحية، يعني سهولة التنظيف. هل المريض حيقدر ينظف الحشوة هذه حواليها؟ حيقدر ينظف تحت التركيب هذه أو حوالين الزرعة؟ يمكن مو تنظيف عادي بالفرشاة، بيحتاج الخيط عشان يكون تمام طبعا الآن تنظيف. في تكنيك جديد أو كونسبت جديد اللي هو الواتر فلوس، اللي هو الخيط المائي. نعم. اللي هي مضخة الماء، بحيث إنه المضخة هذه فيها تحتوي على كونتينر ممكن الشخص العادي يحط فيها مطهر أو مية، أو بيخلط المطهر مع المية في بعض الحالات حسب إذا كان بده أدوية معينة كمطهرات معينة. وبتضخ باتجاه الأسنان بشكل مركز دقيق، فهذه بتنظف بشكل كبير خصوصا للناس المركبين تقويم أو اللي عاملين زراعة أسنان أو اللي عندهم أسنان متزاحمة. أحيانا بيكون الخيط صعب إنه يتحكم فيه في بعض الأماكن، فالمضخة بتنظف بشكل أكبر بشكل تمام. قوي جدا وبتطهر بشكل كبير. طب اعطينا دكتور بعض الحلول السريعه اللي ممكن يعني تشيل رائحه الفم حتى لو كانت مؤقته، يعني هي تروح دائما. احنا بدنا نعالج الخلل هو سواء كان مرضي او موضوعي، لكن اللي بيعاني من رائحه فمه بده يتخلص منها بطريقه يعني سريعه. انا اهم شيء انا اللي بنصح فيه حاليا اهم شيء مضخه المي اللي هي الواتر فلوس او الواتر جيت هذه، لانه كل ما كان انا فمي او تمي نظيف بشكل جيد ومعقم حتى لو كان في شيء سيستماتيك فنوعا ما بتخفف او بتعطي نوع من الاحساس بالثقه اكثر من انه تمام. انا بحس بال يعني ما تاخذيني
الرائحة الغير مستحبة طالعة من جسمي. نعم. فدائما التم هو المدخل، التم هو صحة الجسم كله. فكل مكان هذه البوابة أو هذا المدخل لجسمي، لجهاز التنفس، لجهاز الهضمي وأجهزة الداخلية كلها نظيفة ومعقمة، بتكون نوعا ما الرائحة أقل. طب هل تنصح دكتور بالسائل المضمضة؟ طبعا احنا قلت لك الجهاز المضخة السماوية أو مضخة الماء بتحط فيها مطهر. المضمضة في منها مضاعف، يعني اللي ما بيقدر يجيب هذا هاي المضخة طبعا يعني طبعا ممكن يستغني عنها. طبعا بشكل عام المضامض ننصح فيها احنا بشكل يوم، في مضامض عادية بنستخدمها بشكل يومي فيها المطهرات اليومية اللي هي ما بتحتاج رخصة طبية، وفي مضامض توصف عن طريق الطبيب لأنه إلها فترة معينة تقتل كل أنواع البكتيريا، لأنه رائحة الفم تطلع نتيجة بكتيريا إذا كان من الفم. صحيح. نتيجة بكتيريا بتتخمر. ففي مطهرات يعني دائما المطهرات أو المضامض نرجع للطبيب إحنا برضو فيها، لأنه في مطهرات أنا مش لازم أستخدمها أكثر من أسبوع وعشر أيام، لأنه في بكتيريا في نفس الوقت. تمام. بكتيريا ضارة وفي بكتيريا مفيدة للجسم سبحان الله. في أدوية أو في مطهرات تقتل كل أنواع البكتيريا، بينما إحنا جسمنا بنحتاج نعمل بكتيريا. يعني حتى بدنا نكون حريصين بالمطهرات ونعرف شو نختار أنواع ونراجع الدكتور. نختارها وكيف نستخدمها ومتى نستخدمها، يعني في مطهرات نستخدمها بعد التفريش الأسنان، في مطهرات نستخدمها بشكل عادي يومي كأنها منعشة للفم، يعني معطرات أكثر ما هي مطهرات. تمام. إذا هي أنواع وتفاصيل كثيرة نعرف تفاصيلها يعني من الطبيب إن شاء الله في حلقات ثانية بإذن الله. إن شاء الله بنغطيها. شكرا شكرا دكتور ماجد شحادة من مركز إنفينيتي سمايل، يعني سعيدين بإضافاتك وبالنقاط الرائعة وإن شاء الله مفيدة اللي بيستفيدوا منها كل المستمعين. شكرا دكتور. الله يحفظك ويبارك فيك ويومكم موفق إن شاء الله. شكرا.